الشيخ عمرو الليثي، والشيخ عمرو الليثي رجل متخصص في هذا المجال، والشيخ يوسف هو رجل من علماء الأزهر. التقيت بيهم وخدتهم ورحنا زرنا البيت المنكوب. تعالوا نشوف هذا التقرير وهذا التحقيق اللي تم في حضور مجموعة من المشايخ عن البيت اللي بيولع ومش عارفين اللي بيولع فيه إنس ولا جن. هما مثلا قاعدين بره بيفطروا مع بعض، فجأة لقوا البيت ولع. شفت طاقة نار طلعت بين السرير والدولاب كده. مين الطفلة اللي بتعرف؟ اللي قدام دوب قاعد في نص السرير والولعة من حواليه. اهلا بحضراتكم مره تانية في واحد من الناس. الاسبوع اللي فات احنا كنا جينا هنا في الهرم هنا في هذه المنطقه وعرضنا لكم تقرير عن منزل النيران بتولع فيه بشكل غريب جدا، بشكل مفاجئ جدا. صورنا البيت وعملنا لقاءات مع الاخوات اصحاب البيت ووالدتهم ومع حتى الطفله الصغيره اللي كانت دايما بتتنبأ وبتحس ان في نيران هتولع في البيت، وصورنا التقرير حقيقه. وبعدين كنا منتظرين ردود الافعال، خصوصا ان هم اصحاب البيت طلبوا ان مشايخ يخشوا في الموضوع ويحاولوا يحلوا هذه الازمه لان هم مش قادرين يعيشوا في البيت. الحقيقه انا اتصل بيا 2 من المشايخ، مشايخ لهم تقديرهم ولهم احترامهم. الشيخ عمرو الليثي هو رجل يعني مهتم جدا يعني بهذا المجال وله باع في هذا المجال وله راي في هذا المجال، وقال لي انا على استعداد ان ازور المكان واشوف المشكله ايه واحاول احلها. والشيخ يوسف هو راجل من علماء الأزهر أيضا اتصل بيا وقال لي أنا برضو أحب أروح المكان وأشوف المكان عشان نحاول نحل أزمة. هما النهاردة معايا الشيخ عمرو الليثي والشيخ يوسف. أنا أولا برحب بيك يا شيخ عمرو، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ترامب. أهلا بحضرتك وبرحب بالشيخ يوسف، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك الشيخ عمرو. طيب شيخ عمرو، يعني في ضوء اللي أنت شفته في الأسبوع اللي الحلقة الأسبوع اللي فات، حضرتك شايف الموضوع إزاي؟ هو دايما دكتور عمرو، بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا بنقول إن دايما المسألة مش حكاية ان بيت ولع وهل هو جن ولا مش جن والكلام ده، ولكن هو الفزع اللي بيحصل للناس. الحاجات دي ازاي نتعامل معاها من منظور اسلامي صحيح وبعيد عن الخرافة وبعيد عن الشعوذة ولا برضك شيء من الخيال. الاسلام له يعني حط ضوابط في التعامل مع العالم الاخر، وحطلنا تحصينات ورقى علشان تحمينا من يعني الجن وألعابهم وأذاهم. فدائما بنبادر في المواضيع دي بالذات، مش علشان ان الحادثة غريبة والحادثة مقلقة، لا بصراحة عايز اقول لك حاجة، انا ما كنتش مقتنع يعني عشان ان انا مش من النوع اول اللي بيقتنع بالحاجات اللي زي دي عشان اكون صريح معاك، لكن دائما زي ما قلت من شوية انا باخد بالظواهر اللي قدامي وان بالمنطق، يعني ايه اللي يخلي النار تولع في بيت؟ بالتأكيد لازم نحط كل الاعتبارات. نعم، هو دكتور عمرو هو عالم الغيب دائما لا يتعامل معه بالعقل. يعني في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، احنا نؤمن بالغيب، ومش معنى ان الحاجة يعني مجهولة المصدر او مجهول الفاعل يبقى ده جن وسحر، مش لازم. طيب احنا علشان برضك ما نسيبش الناس برضك في تيه وما يعرفوش يعملوا ايه والجاوا طبعا الدجالين والناس النصابين يعني، فبنضطر نتدخل في الحاجات دي ونقول لهم والله يعني حتى لو ده جن، اي نعم احنا مش شايفينه ومش شايفين اللي عمل كده، طيب الاسلام بيقول لنا نعمل ايه؟ بس هو ده الغرض من الموضوع، مش ان عمرو الليثي هو او الشيخ يوسف. عمرو الليثي انا الشيخ عمرو الليثي. لا دلوقتي بان الفرق خلاص كده، بان الفرق خلاص. ربنا يحفظه يا دكتور. هو طبعا لا رقي شرعي ولا شيخ ولا حاجه، احنا عايزين نعلم الناس انتوا نفسكم ازاي تحصنوا نفسكم. تفتكر نقدر نساعدهم النهارده؟ طبعا طبعا طبعا. طب احنا هنعمل ازاي؟ بس ارحب بالشيخ يوسف، رايك ايه في هذا الموضوع الشيخ يوسف؟ والله انت ابديت استعدادك انت تدخل في الموضوع وتعامل. حضرتك الجن مش مهمته ان هو يدخلني النار بس، الجن مهمته هو عايز يقرفني في حياتي كلها، يحللي السكر عشان يجيني السكر، يحللي الحوادق عشان يجيني ضغط وهكذا. فهو مهمته زي ما الانسان بقى خليفة مكانه في الارض، هو عايز يطفشني من الدنيا اللي انا فيها. فالحل زي ما ان الله عز وجل امرنا ان احنا نحصن الدكتور عمرو الليثي المعالج. مش الدكتور عمرو الليثي المزيد. حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم اتاه ات فقال ما تقول يا رسول الله من عقرب لدغتني البارحه؟ فقال لو انك قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء 3 مرات لم تكن تضرك، او كما قال صلى الله عليه وسلم.
فحضرتك ربنا بيقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ابن القيم رحمه الله يقول اعلم يا عبد الله أن في القرآن شفاء من الأمراض البدنية والأمراض الروحية لمن صادف كلام الله عز وجل. فالبيت محتاج أن هو الأصحاب يحصنوا ويتعلموا إزاي يحصنوا أولادهم ويرقوا من هذا المس، لأن الأصل في أعضاء البيت مش في البيت نفسه، في الأصل في أعضاء البيت. طب إحنا نروح البيت ونبدأ زيارتنا للمنزل ونشوف العلا عسى ربنا يجعل على أيديكم إن شاء الله علاج هذه المشكلة إن شاء الله. اهلا ازيك يا شيخ عمرو، ليك اي اسئله تحب تسالها لهم بقى في الموضوع ده؟ هو احنا الاسئله العامه كان في مقدمه للموضوع ده، يعني قبل الحريق مره واحده ده كان في ده من حد بنشوف خيالات، حد بيحصل له اعراض غريبه، حد بيشتكي من اسحار او حاجه زي كده، يعني هل في مقدمات ولا مفيش مقدمات؟ هي مره واحده البيت بدا يولع ولا كان في مقدمه؟ طبعا احنا القصص دي كتير، يعني ليها اسباب كتير مش شرط سبب واحد. كان في اوضه انتريه، الاوضه دي كان فيها طبعا نيش وفيها طقم الصين وفيها حاجات زي كده، كان في البدايه خالص الكلام ده من سنتين احنا ما عندناش وعي بيه، يعني دلوقتي احنا عرفنا ايه، في اطقم صيني، في اطباق حاجات زي كده بتتكسر، نسمع حاجات بتتكسر ونلاقيها مرصوصه مكانها وكده. ما دقائق مثلا كانت تخش الباب تفتح الباب مثلا تلاقي حد طلع من جنبها، خيال معدي من جنبها، كانت تحس بخيالات. اتفضلي، هو حضرتك فعلا بتشوفي كنت خيالات؟ يعني احكي للشيخ عمرو الموضوع. اول اوضه ولعت في البيت كنت يعني الصراحه كنت اخاف منها وانا داخلها. كنت بتخافي منها اصلا؟ اه. جسمي كشف قبل الحريق بقد ايه بدات تقلقي يعني؟ يعني قعدت فتره قد ايه مثلا؟ ما كانش في قلق، هي الخوف كان من الاول من ساعه ما قعدت في الشقه. من ساعه ما اتجوزتي يعني؟ اه. بس بقى الجواز بقى قد ايه؟ انا بقى لي 13 سنه. 13 سنه كنت بتشوفي خيالات وحاجات زي كده؟ هي بس الاوضه دي كنت اخاف منها، وكان الصيني كسر ولقيته في قلب الدرج ملموم في قلب الدرج، بس عادي يعني ما حطيتش، يعني مش حاطه في دماغك يعني؟ لا مش حاطه. ما كانش في حد تاني بيشتكي غيرك؟ لا، كان عندي عمي الصغير اخو رمضان بس ده حماتي يعني. بس هو مش موجود دلوقتي. وانت بنت كنت بتحس ان حد بينادي عليك باسمك وتتلفت ما تلاقيش حد؟ لا. طب ما كانش عندك صوت للشعر ولا حاجه؟ انا بعد حريق الشقه. لا، وانت لسه قبل ما تتجوزي؟ لا ما حصلليش اي حاجه. كانش بيضيع منك حاجه؟ لا. طيب احنا كنا بنصلي بنقرا قران وملتزمين. اه الحمد لله. واحنا بنصلي كنا يعني في اي اعراض غريبه بس مع القران بيحصل لي اي حاجه؟ نهائي. هي مجرد خيالات. خيالات بس. الخيال ده يعني حاجه بتعدي من جنبك؟ اه. مش نفس؟ لا. حاجه سمرة كده عدت في اليوم اللي انا شفت فيه بسرعه كده. اه يعني ممكن تقول هو خداع بصل؟ ممكن. في الاوضه دي بس ولا في كل الشقه وكل هي في الاوضه دي بس؟ اه. وقلت لوالدتي وقلت لجوزي ساعتها مطنش ولا اي حاجه؟ اه. وانا عن نفسي انا يعني في مشاكل بينك وبين زوجك؟ في مشاكل بينك وبين زوجك بتقوم كده من غير اي مبرر او من غير اي اسباب حقيقيه او تستاهل؟ يعني حكاية ما تستاهلش فجأة لقيتي الموضوع كبر وبقت مشكلة كبيرة؟ لا عادي. كان ده شيء عادي في البيوت يا شيخ يوسف. لا لا. لكن هو في حاجة مهمة. في طفلة صغيرة هنا. لما أنا جيت المرة اللي فاتت وسجلت قالوا إن هي بتتنبأ بحدوث الحرائق. احكي لنا إيه الموضوع لغاية ما جه البنت؟ خد يا بنتي. الصراحة قبل ما يحصل أي حاجة في الشقة بنتي 4 سنين. عالية يا بابا. قعدت تقول الشارع هيولع، البيت هيولع. عالية يا الشارع ما ولعش، في حاجات حصلت وهي كانت بتقولي عليها قبل ما تحصل بقى. اول واحد شغل؟
لا انا ما كنتش في البيت خالص انا ووالدتي. يعتبر ان انا يعتبر انا الدوله في البيت. ما كنتش في البيت، انا كنت في البيت التاني. الناس قالوا لك، ان في حريقه، في دخان طالع من فوق السطح، فانا طلعت من فوق السطح واه شفتها، فتحت الباب ولقيت حريقه. في حد في البيت ولا حاجه؟ لا ما كانش في اي حد خالص يعني. خالص. ما فيش فلوس بتضيع او حاجه بتضيع قبل كده؟ كان في احيانا كانت ممكن ملابس، كان ممكن يبقى فلوس برضو غالبا يعني فلوس حاجه زي كده. الحمد لله كله الحمد لله. الملابس كانت اغلبا، كانت اكتر حاجه الملابس دي ولا لا بتضيع، كنتش الاقي لها اصلا. دي برضو موضوع حصل، احنا سجلناه لما جينا المره اللي فاتت، موضوع عروسه هم حرقوها. يا ريت برضو تحكي للشيخ عمرو موضوع حكايه العروسه دي. هو اول يوم حصل فيه الحريقه يعني وكده، كان في الاوضه اللي هي ولعت اول مره كان في دبدوب. الدبدوب ده يعني في نفس اليوم حصلت الحريقه دي تاني، الدبدوب فضل يفوت الانتريه اللي ولعت اول مره، تاني مره في اليوم حصل نفس الموضوع بس في اوضه تاني، لقينا الدبدوب ده اللي كان في الاوضه التانيه موجود في الاوضه اللي ولعت تاني مره. ففي ناس قالت ده هو اللي بيعمل كده، وطبعا الخرافات دي فمسكوا الدبدوب راح طلعوه بره كده، راحوا بنزين ومش عارف ايه، راحوا مولعين فيه. بعدها بساعتين تاني يوم البيت كله ولع بقى كله. فقالك بقى ده كان مش عارف الدبدوب لما انت ولعته فيه، هو كانش في حد في البيت. قبلها بشويه كان اخويا تمام، يا دوب وصلت الشغل حوالي 9 الساعه 9 العشر ونص بتصلوا بيا بيقولوا ما فيش حاجه، مش عارفين يطفي اوضه النوم كلها ولعت. جيت هنا ما لقيتش حاجه خالص، بس الميه تطلع لنا الولع. انت الوحيد اللي قاعد في البيت؟ تمام. انا والمدام. احنا ما جبناش شيخ هنا يتقيلة او شيء قبل كده كتير جداً جدا. لا قبل الحريقة لا ما جبناش كلام ده خالص. لا ولا كان في حد غاوي يقرا في كتب الجن والطاقة؟ لا ما فيش مش كلام خالص، ولا حد قالوا في اثار تحت البيت؟ كنت لسه عايز اقول لحضرتك كده والله. قال كده في جه لا قبل الحريقة. لا مش كلام، بعد الحريقة كل الحاجات دي كلها اثار بتاع بعد الحريقة، كله اجتهد بقى. كله بقى ماشي يقول لك اصل ما كانش اصل صح، ده حد عمل لكم عمل، ده في بيت تحت البيت وحاجات زي كده اثار. هو البيت ده اصله شيخ عمرو بتاع شيخ يوسف بتاع والدهم الله يرحمه. الله يرحمه. وهم عايشين فيه بعد، هم عندهم البيتين هنا والبيت ده. فلما حصل الحريق زي ما حصل وعرضنا الحلقه اللي فاتت، سابوا البيت هنا ودخلوا البيت هنا. حضرتك ربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيف، ولا طاقه ولا كرنيه ولا اي حاجه بتاع الحيطانه بتاع العيال حتى. وهي الست بطلت تبات في البيت قاعده ورا على طول. لا ده لازم يباتوا في البيت ولازم يقعدوا في البيت، ومحدش يخرجنا من بيتنا، ان ده بيتنا مش بيتهم. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوه وخافوني ان كنتم مؤمنين. انما يعني من خاف من شيء سوى الله سلطه الله عليه. طيب حضرتك تشوف دلوقتي هنبدا ازاي شيخ عمرو وشيخ يوسف؟ احنا برضك هنبص بصه و يعني هستفرد باهل البيت شويه. طيب هنسالهم يعني كام سؤال خاص كده والله المستعان. طيب استاذ شيخ يوسف ان شاء الله باذن الله تعالى انا هارقي ان شاء الله ونرش البيت ميه القران باذن الله وربنا المستعان. في حاجات غير طبيعيه ولا يعني ثلاجه قاعده حمام؟ لا ده لا لا ثلاجه لا السخان يعني معظم اللي بيولع السخان والسخان ولع يعني هو السخان ولع ضرب؟ لا ما ضربش الولع جت فيه، انا معلقه فوق لكن الثلاجه والغساله لا موجود. السخان موجود بص عليه. طب اتفضل حضرتك. سريرين وبعديها ب 10 ايام ولا 15 يوم برضه نفس السريرين برضه بالختانين بالمراتب بكله برضه، بس انا غسلت ال 11 انا ببات في الاوضه. هو في وقت معين للولع؟ لا الاول كان يوم 25 لحد يوم 27 حاجه زي كده. عربي انت عارف شغل العربي؟ يعني متابع شغل العربي؟ لا مش متابعها قوي، بس انا فاكر الموضوع حصل معايا وانا فاكر ما بنساش. طب ولع في رمضان؟ لا رمضان لا رمضان. بعد رمضان بثلاث ايام مش 25. ما بقول لحضرتك لا ما بقول لحضرتك يوم 25 من يوم 25 يوم اخر الشهر لحد اخر الشهر جت بقى بعد رمضان ابتدت تبدا بقى من امتى؟ ايوه من يوم 3 يوم 4 تمام
يعني بدا بعد كده كل اول شهر عربي، كل اول شهر عربي كان الاول في الاخر يوم 25 بعد رمضان بدا بعد كده حضرتك ايه من الاول يوم 5 يوم 4 قاعدين هنا ولا قاعدين في البيت ده هنا قاعد هنا كان صيام وقران الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا 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 الحمد لله رب العالمين بس برضو عايز انبهك لموضوع البنت الصغيره اللي بتتنبأ او بتشوف يعني انا حضرتك اخر حريقه قبل الحريقه قبل اخر حريقه يعني ثالث حريقه حصلت كان عندنا حاله وفاه فانا جيت من الشغل استاذنت من الشغل ورحت جيت هنا خدت دش وطلع حاله الوفاه وانا جاي قالت لي يا بابا البيت هيولع انا حضرتك انا رحت وجيت بالفعل البيت ولع طب ايه بتشوف حضرتك حاجه هنا مش هقول لك الحاجه يا بابا عاوي بابا كذا حلمت لا لا ويا صحي قالت لي انا شفت اتنين شكلهم مش حلو ولابسين اسود واحد عينيه مبلظه واحد بيفتح الباب واحد بيقفله عامل ازاي بعد الغسيل يعني ولع كانت هنا وسخان كان هنا وكان في لوحه مطبخ هنا فوق عندي ولعت مره شوف حتى نفس اللي احنا موجوده حضرتك مش عارف والحريق حصل كم مره هنا المفروض هنا حضرتك مرتين مرتين هنا مرتين ايه اكتر اوضه بيحصل فيها الحريق اكتر اوضه بيحصل فيها الحريق فيه؟ هي كانت هي اكتر اوضه اللي اتضرت اول اوضه دي اللي كان فيها الدبدوب ديت كان فيها الواحد مش عارف بصراحه يعمل ايه في حد جه هنا يعني كتب على الحيطان عمل حجاب لا انا لقيت ثلاث حجابات موجودين في البيت بعد القصص دي كلها لا ده يعني قبل رمضان كان في مره يعني هو حصل بعد رمضان مرتين قبلهم بقى قبل رمضان لقيت انا ثلاث حجابه كده وباسماء ناس من عندنا في البيت وكده كان مكتوب يعني حاط شكل كان مكتوب الشكل مش حاجه مرتين تقدر توصف كان مكتوب ايه او مرسومه ازاي هو كان في زي مثلثات تفهمني وكان موجود باسماء يعني شريك من داود كده وفيها اسامي لا مش نجمه هو كان بالظبط مثلث مثلث وجوه المثلث برضه مثلث تاني تمام مكتوب في كل حاجه فيهم بس طب في ايه من القران مكتوب بقى الله مش عارف ايه الله يحفظ كذا وشات كلام عرفتش اقراه كده تمام مكتوب بالمشقلب كده يعني طب في قران مكتوب في الحجاب ولا حاجه كان في ايه الكرسي كانت لا مكتوبه صح ولا بالعكس لا موجوده صح مكتوبه صح مش حروف مقطعه لا بماء الزعفران وورقه تاني موصول عادي بعد كده في كلام تاني برضو طيب حاولت اقراه ما فهمتوش الاشخاص اللي في البيت اللي كان مكتوب اساميهم دول كان بتجيلهم مشاكل غير الحريق كان في مشاكل زي يعني دايما في ضيق في كرب دايما في كده طب والرزق اخباره ايه يعني مثلا تجاره مثلا تفشل كان ممكن بالظبط يعني انا لسه حد يسيب الشغل بالظبط هو لسه بالظبط بقاله بتاع سنه كده شغال متواصل يعني كان واحد منهم كده يعني نقدر نقول الاشخاص دول في يعتبر في عمليه نحس ممكن بقى قرب وديك وخناقه مثلا مع والدتي مع اخواتي مع اي حد بيتخانق ده جديد عليهم حتى في الشارع ده من زمان من زمان يعني مش جديد طيب بس انا حتى الحجاب اللي انا لقيته ده قديم جدا قديم جدا ونفسه يعني قبل الحريق انا لقيت الحجاب ده بعد الحريق موجود عندك حاجات موجود دلوقتي هو وقته وقت الحجاب ده موجود هو قديم جدا وديتهم برضه لشيخ وكده وقال لي فين هو الحجاب علام ان هو قديم هو شكله نفسه قديم الحجاب نفسه قديم قديم يعني الورقه بتاعته قديمه هو موجود بقول لك انا بسالك قديمه موجود الحجاب لا ما انا وديته الناس يعني في ناس هنا دخلت البيت برضه وشايفه ايوه يعني عندك ولا عندهم لا خدوه خلاص عندهم طيب لما الناس كانت بتيجي عند حضرتك كان بيحصل فيه تقدم في الحاله ولا الحاله زي ما هي لا الحاله زي ما هي وحتى اللي كان بيجي مثلا اول مره انا جاي تاني ما بيجيش يعني اللي يجي في كذا
قال لي رمايا ومش هيحصل حاجه تاني. خلاص نطمئن يحصل نفس المشكله. ايه رمايا يعني؟ ايه رمايا؟ القران وناخد رشها في الاركان ومش عارف ايه. ايه القران؟ ميه القران وزوت البقره. لا ميه القران. انا عايز اقول لحضرتك برضه دكتور عمرو ان يعني واحد قال دكتور الشيخ عمرو في اعلام الصوت ماشي. واحد قال لي يعني شغلت صوره البقره في البيت وده هيني الموضوع. عايز اقول لك ان هي ولعت لما انا شغلت صوره البقره. رحت لواحد تاني قال لي حضرتك اصلا القران انت بتشغله ده هو بيخلي لو حاجه موجوده في قلب البيت هيجي اكتر. لكن بالعكس آية الكرسي بس شغلها على طول. ده مظبوط. انا بس على بقى وكمل. ما انا هقول لك على كل حاجه. انا بص عملت اي حاجه ورا كل يعني ورا كل اسم اخوك رمضان. بص يا شيطان انا عندي قال الله قال الرسول. نعم. لا احد يتقدم على قول الله وقول الرسول. طبعا صح ولا غلط؟ طبعا. وانا ما صدقش في الدنيا الا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. جميل. فده نص. جميل. أنا قدام النص ده أكاد لأي حد تاني. فضلت الشيخ عمرو عايز أوصل لك يا أخي الكريم إن الموضوع إن القرآن فيه شفاء من كل داء. أنا سألت واحد قال لي أنت عندك جن متسلط. هو الخادم السحري إيه؟ السحري يعني. الخادم السحري إيه؟ هو أنا أقول أنا عايز أقول إيه الخلاصة. يوم تفاصيل. طب انا ليه سؤال قبل الفراسه؟ هل البيت ده في جن؟ هل البيت ده مسحور؟ هل البيت ده الحرائق اللي فيه بتحصل لوحدها ولا حد بيعملها؟ احنا دكتور عمرو بوضوح يعني. نعم. هي بوضوح. هل الجن يقدر يعمل كده؟ نعم يعمل. احنا ما عندناش الدليل المادي ان هو الجن، انا ما شفتوش. لكن الحقيقه زي ما قلت القرائن والاستقراء بيقول ان دي احداث غريبه. طب احنا في المقابل ده نعمل ايه؟ هو ده اللي انا عايز اللي انا جاي عشانه. انا مش جاي علشان اقول يا جماعه انا متاكد واقسم بالله انه جن وان الجن ده جن ناري وجن هوائي وانه جن متسلط من سحره في الحته الفلانيه واسمه كذا. الكلام ده ما يخصناش ابدا. انا حتى في رقيه شعيب بقول الكلام ده للناس. اذا دي كانت احوال شيطانيه فيجب علينا ان احنا ناخذ من الشرع ما يحصننا ويطرد ويذهب عنا هذا الاذى. ان يسأل يقول البيت الذي يقرا فيه سوره البقره. مين اللي يقرأ صوت البقرة؟ مش الكاسيت. دي مشكلة. يعني الناس تستسهل. صحيح في ناس تعتقد ان شغل الكاسيت يبقى خلاص، لا هو اللي يقرأ القرآن. يا جماعة أنا أعتقد إن النفس اللي طالع بالقرآن هو ده اللي بيعمر القرآن. اللي جه في النص الشرع الشريف بيقول إيه؟ سورة البقرة، آية الكرسي، خواتيم البقرة. أمان الرسول. أمان الرسول. حديث إن دول نزلوا من السماء يعني دول في اللوح المحفوظ. من قرأهما عُصم من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ في ليلة خواتيم البقرة كفتاه من كل شر. فاحنا يا جماعة ما نعتمدش على المشايخ. وبعدين احنا اهل البيت وكمان الشيخ يوسف الخوف مولانا كمان ما نسيبش البيت. مش عايز نسيب البيت عشان بيولع وعشان لا انا ما سبتش البيت حضرتك. تمام. انا قاعد فيه انا ما سبتش. انا قلت نفس الموضوع. ما هو بيحصل نفس القصة. يعني احنا برضو من زمان لا مش هنمشي من البيت. تمام. احنا عارفين ان السحر ممكن يبقى حد من الشارع او حد مش عايزنا نقعد في قلب الشارع. لا برضو مش هنسيب البيت. ممتاز. هو بقى موضوع عند بقى في اي حد. ما هو بص احنا كل الطرق احنا عملناها. احنا عايزينه عند. ما هو احنا عملنا كده فعلا. كل الطرق بقى اللي هي ايه؟ كل الطرق هنا مشاكل. جبنا مشايخ وامشي ورا كل شيخ. لا لا مش ورا كل شيخ. انا اللي بقول لك تمشيش ورا كل شيخ. انت دخت ولفيت ورحت وجيت او بعدين كل شيخ يجرب فينا. وهل كل اللي انت جبتهم اصلا على عين ولا مش على عين؟ بالظبط. الشيخ بقى يعني انا بيجي لي الناس يقول لنا روحوا لغير المسلمين عشان بيجيبوا ده. ده حصل. ده حصل. عياذا بالله. هتسمع الكلام ده ليه؟ هتسمع ليه الكلام ده؟ ده حصل فعلا. انا عايز اقول لك ان انا كنت امشي ورا كل الشيخ لان يقول لك ايه؟ عندك بنت صغيره هي المشكله فيك. عندك مثلا لا البنت صغيره ما فيهاش مشكله. عندك اخوك البنت دي علشان هي لسه بنت بريئه. قد ترى وقد تسمع. جميل. عندها شفافيه. عندها شفافيه. لكن ما هياش هي السبب. ومش لا. السر فيها. لا. وان هي بنت دي خارقه للعاده. لا مش خارقه للعاده. مش بقول ان انا بقول لك اللي اتقال لي ان ممكن حد كان يقول لي انت السبب. شوف احنا هتقول ازاي. ده السبب. شوف احنا هتقول ازاي. وعشان كده انا قلت للدكتور عمرو ليسي احنا دورنا ان انا اوجهك على الطريق السليم. يعني انا شخصيا لست من الذين يؤمنون بالفكره بتاعت يعني الاستقرار
سحر وجن. سحر يعني مؤمن بالدلائل، فعشان كده لما جيت ما كنتش مقتنع اول مره الحقيقه. ولما هم طلبوا ان احنا نجيب مشايخ انا كنت حريص اجيب مشايخ، اجيب شيخ ازهري واجيب حضرتك عشان تبقى الامور برضو نقدر نوصل للناس الرساله مظبوط، لان برضو في حاجات كل واحد يعني بيعلم علم محدود، ممكن يعني في ناس عندها معارف اخرى. فعشان كده احنا حتى الان انا بسالك السؤال، هل البيت ده فيه جن؟ هل البيت ده فيه عفاريت؟ هل البيت ده فيه شياطين؟ هل هم اللي بيولعوا في البيت؟ انا ما اعرفش، عشان انا صريح معاك، لكن في الاول وفي الاخر انا اذا صح اللي هو بيقولوه وانا يعني اميل ان هم اصدقهم لان هم مش هيكذبوا وما عندهمش سبب، يبقى لازم نعرف ايه اللي ورا هذا الموضوع، خصوصا ان احنا شعب بيؤمن جدا يعني بالافكار اللي زي دي وبيسيطر عليه هذا الموضوع وموجود في القران. طبعا ما كنتش مؤمن انا، موجود في الدين، انا شفته من اللي انا شفته اتاكدت انا كنتش مؤمن. كانت تقول لي مثلا المدام كانت تقول لي ايه، في حد بيجري فوق الاوضه وبيبقى تحت، يقول لي لا انت ليه بتحرك؟ اقول لها يا ستي انت وحصل لك ايه؟ واحده انا عفيت اللبنيات. الكلام اللي فات بعد كده الكلام اللي فات لا ينفع. انا بقول يا جماعه ان السحر والكلام ده مش موجود، ولا ان البيت ده ما فيهوش حاجه، انا مش قصدي كده. انا قصدي احنا بنفترض الاسوأ، ان دي ظواهر غريبه. طب نواجهها ازاي كمسلمين؟ نؤمن بالقران، القران قال لنا هل في حاجه بتطرد الشيطان؟ هل ده يعني عندنا الحمد لله القران، يعني انا مش عايزك انت تتوه. هنعمل ايه بقى؟ ايه الخطوه هنعملها؟ الخطوه اللي احنا هنعملها بندي بنقول لاهل البيت كلهم بنديهم طريقه في العلاج بيمشوا عليها لمده اسبوع ونتابع. يعني بتقعد معاهم هنا في الغرفه اللي بيتم اتم فيها الحريق ولا تقعد فين؟ اول اوضه طبعا حصل فيها حريق هنا ولا تحت؟ طيب ممكن نبدا اهل البيت. في حاجه بسيطه حضرتك، يعني اهم حاجه لازم نعملها كلنا، ان احنا نكون موجودين للانطراح على عتبات الربوبيه. يعني قول ربنا احنا ما فيش غيرك. هل احنا هنعمل حاجه معينه؟ هل هيكون في قراءه معينه؟ بنقرا على اهل البيت بنتاكد تماما ان هم الاجسام دي سليمه ما فيهاش لا سحر ولا بيتم فعلا يعني مش تقدر لما تقرا عليهم تعرف طبعا. هو طبعا احنا بنقول ان يتشابه طبعا الامراض النفسيه مع السحر مع يعني الامراض كلها بتتشابه، ولكن بيفرق بينهم ان هو متخصص شويه يعني فعلا شيخ يوسف الواحد ممكن بالقراءه يعرف اذا كان الانسان مسه جن من التشخيص كمان قبل القراءه كمان يعني من بعض الاسئله يعني انطباعك ايه ان هم ايه في حد منهم مسه جن؟ هو في مس وفي سحر في البيت تقديرك كده في مس وفي سحر مس الاشخاص ولا البيت نفسه؟ اعضاء البيت حضرتك هم فيهم مس وانت بقى تعرفوا اذا كان في مس ولا مفيش مس؟ هو الشيخ يوسف على ما افهم انا ان هو في بعض الاعراض اتقالت تدل ان في مس زي الخيالات وزي حد بيقبض كده ده قبل البيت ما يولع اصلا. فهل ده يعني سببه هو الحريق ولا دي حاجه ثانيه جديده يعني؟ لكن هو الفيصل دكتور عمرو الفيصل دايما الرقيه الشرعيه بنقرا الرقيه الشرعيه فعلا فيه ولا ما فيش؟ دلوقتي احنا هنطلع فصل